ومثل ما بيقولوا انه اجسام الصيف تصنع في الشتاء، لهيك اليوم عنا انواع رياضات كثيره بتناسب كل الفئات العمريه، واكيد يلي حابب ينزل وزنه هو قادر، واكيد يلي حابب يروح عن الضغوط النفسيه اللي بحياته فهو كمان قادر. لكن لما نقول اليوم زومبا فنحن عم نحكي يا رشا عن اغاني، عن رقص، عن طاقه. بس حبيتها هي رأيتيها انه دائما الشتوية بتخبي تحت الجاكيت، كيف نحن بنروح للتجهيز بالصيف. انا مجهز قبل بيوم في قله مروه كمان بالشتويه بنقضيها اكل واختي الجسم بيطلب، مو هيك بيقولوا لنا الجسم بيطلب. طيب اليوم عم نحكي عن رياضه بتشمل مو بس تحريك الجسم وانزال الوزن وشد الجسم، ايضا هي لها تاثير على الحاله النفسيه وبتعطي الجسم الطاقه، خلينا نقول هيك بتفرح بتفاجئ، بتحسي انه انت عم رد عم تعملي شيء حلو، بتفرفش قولة حلا يعني. خلينا نروح فورا جربتها. اي طبعا حلو. انا نص كوتش بالله. طيب خلينا نروح لضيفتنا اليوم المختصه برياضه الزومبا، وهي مدربه رياضيه، سنابل سلمان. يسعد صباحك يا سنابل، كيفك؟ نور تمام. يسعد صباحك يا سنابل، اهلا وسهلا فيكي. يعني مثل ما ذكرنا نحن مجربين اليوم هذا النوع من الرياضه، ولكن حابين نعرف كل المشاهدين اكثر عن هي الرياضه بشكل عام، شو هي؟ هلا رياضه الزومبا هي برنامج لياقه بدنيه كولومبي الاصل، اول ما ظهر بمدينه اسمها مدينه كالي باولمبيا بكولومبيا عفوا. هو المدرب تبعها البرتو بيريز هو اللي اول مين انشا لهي الرياضه واكتشفها. هي بتعتمد دمج حركات، هي اكثر شيء بيكون فيها حركات رقص لاتيني مثل السالسا الميرينجي وغيرها من الرقصات، بيصير فيها دمج بين الحركات، وهلا عم يندمج معها تمارين الايروبيك، عم تصير جمله حركيه كامله بتكون بين حركات سريعه وحركات بطيئه، تمارين منخفضه الشده، متوسطه الشده، ومرتفعه الشده. هي كمان انواعها كثيره، يعني هلا هي احلى شيء فيها المتعه الموسيقى اللي بتكون بتصاحب هي الحركات. هي انواع متعدده، عم تكون زومبا لياقه اللي بتعتمد على اللياقه البدنيه العاديه مع الحركات التقليديه، عم تكون زومبا ذهبية اللي هي زومبا للعمر الذهبي اللي هن كبار بالسن، كمان عم يكون في ممارسة منهم، زومبا الأطفال، الزومبا المائية اللي هي أحلى شيء بتكون ضمن أحواض مائية، بيكون المتدرب نص الجسم عنده مغمور بالمي وبيكون في تمرين لإله بالزومبا، زومبا الأطفال، يعني هلا هي الزومبا صارت لكل الأشخاص صغار كبار كلهم مختلف الأعمار، طبعا مع اختلاف الأهداف بين كل عمر والثاني. في زومبا النحت يلي هي بتعتمد مثلا على نحت مناطق معينه، زومبا الخطوات اللي بتعتمد عنا على حركات القدمين، حركات الخصر، تقويه لإلهم مع حركات الذراعين. خلينا نروح سنابل لنحكي اكثر عن هل هي لها حركات محدده، يعني بعيدا عن الايروبيك اللي نحن كثير بنعرفه كرمال توصلي للنتيجة اللي انت عم تشتغلي عليها؟ هلا هي حركات الأساسية عم تتاخذ من حركات الرقص اللاتيني هي بالأساس الأصل تبعه وحركات الرقص العالمية الموجودة، بس هلا مشان يكون في تنوع أكثر عم تندمج مع الأيروبيك بتصير كجملة حركية مميزة أكثر، والشخص هو عم بيمارسها ما بيحس بأي تعب، بيستفيد أكثر يمكن، وبيستفيد أكثر يعني مع أكيد مع أنا بس أهم شيء حافظ على الشدة بين يكون مرتفع متوسط منخفض، حافظ على الإحماء بداية التمرين يكون منيح. أكيد هي في حركات كثير متعددة ومتنوعة، لكن المهم دائما يكون في تنويع لحتى المتدرب ما يمل، يعني دائما يكون في تمرين ضمن التمرين تنوع بالحركات. كمان بيصير في أسئلة عنها إنه هل هي ممكن تستهدف عضلة محددة بالجسم أم لا ممكن مجموعة عضلات؟ خلينا نوضح. تمام، هلا الزومبا بتستهدف كل شيء، بتستهدف الحالة حتى الذهنية عند المتدرب وبتستهدف الحركات الجسم. هلا هي عم يكون في كونه أنت وقت بيكون في عندك تمرين زومبا ضمن إيقاع موسيقي، أنت كل إيقاع بيكون في له عدات محددة، مثلا ممكن تكون بين 6 عدات 8 عدات، هي بيكون عنده تأثير على الذهن، الحالة الذهنية، على التركيز. هلا هي عم تكون في العضلات المستهدفة عضلات الذراعين، عضلات القدمين، الخصر عندنا عم يكون في تأثير كمان عند عضلة القلب، بيكون رفع كفاءة عمل القلب،
جهاز التنفسي كمان بيكون في إلى رفع فيه، يعني هي أكل شيء بتأثر، يعني هي ما في إنه مثلاً بس عضلة محددة لا. وأهم شيء التركيز، هي كتير بتساعد على التركيز ضمن التمرين. أكيد الحركات اللي بدك تعمليها أنت بدك تركزي هلأ هون هذا المقطع بدير تغير أنا الحركة هون، يعني كل واحدة بيكون فيها تركيز كمان، يعني هي عم تلعب كل شيء كل الأعضاء تبع الجسم. حلو. طيب خلينا نحكي اليوم بنظرتك التدريبية الرياضية، أنت اليوم كوتش، ففي شيء بيميز هاي الرياضة بالنسبة لحضرتك أو بشكل عام هي شو أكتر شيء بيميزها عن باقي الرياضات؟ هلأ في لك بيميزها بشكل عام وإلي أنا بشكل خاص من خلال تجاربي اللي شفتها. بشكل عام هي أحلى شيء فيها اللي بيميزها إنه ما في ملل، طول ما في صوت عالي وأغاني ومثلا المتدربين مبسوطين ما بتحسي بأي ملل. هاي أول شيء، كثير بتخفف من الكآبة، الحالة النفسية بتلعب فيها كثير بطريقة حلوة. بس بشكل خاص يلي شفته أنا مع المتدربين، كان في كثير سيدات أو أشخاص هن ما عندهم تقبل لذاتهم عند المراية. أنت وقت بدها تتمرن السيدة ما عندها تقبل إنه هي تشوف جسمها على المراية، يعني هي كان أبشر شيء. إنه مثلاً يعني لا، غير إنه مثلاً أنا ما بدي أتمرن والمراية بالي ما بدي أشوف حالي أنا وعم بعمل الحركة. درس ورا درس صار في عندها تقبل للذات، زادت الثقة بنفسها. هي كانت أحلى ميزة أنا شفتها من خلال المتدربات. يعني هي إنه موضوع الثقة بيرتفع عند السيدة، إنه خلاص أنا صرت بدي أشوف المراية، بدي أشوف إنه حالي كيف عم بعمل الحركات كيف. هي كانت احلى ميزه انا شفتها مع السيدات، يعني هي بشكل خاص انا شفتها. هلا انت يعني اي شخص بتشوفيه بيقول لك انه اي رياضه مثلا بترفع الثقه وهيك، بس في سيدات انه مثلا اذا عندها شويه بطن ولا عندها انه ما عندها تقبل انه انا عندي انه لا ما بدي، انه ما بدي اوقف عند المرايه، او في خجل من رفقاتها اللي ما انه ليش إن انحف وانا لا. فكانت عم تبني هي الثقه، انا حسيتها هي كانت احلى ميزه من بين المتدربين واحلى ميزه شفتها بالارض بالواقع العملي. يعني اكيد بالنهايه لكل رياضه نوع من الرياضات في ميزات معينه، في لكل نوع يمكن محبين لها. صح. لا اليوم نحن عم نركز على الزومبا، خلينا نحكي عن الفوائد. ممكن هي تنحف، تشد اكثر، تحرق، خلينا نوضح اكثر شو هي فوائد هي الرياضه اليوم. هلا فوائد الرياضه هي اول شيء بالزومبا الحاله النفسيه، تعمل حاله نفسيه كثير حلوه. بيقولوا انه علاج هي بتكون هي عم تكون، يعني مو بس انه فوائد عاديه لا، هي عم تكون كمان علاجيه. هلا برا الاشخاص يلي عم يكون عندهم اكتئاب او عم بيوصلوا لحالات سيئه جدا عم ياخذوا موضوع الزومبا كموضوع علاجي لإلهم. صحيح. بالاضافه لهيك هي الفوائد تبعها، يعني في الفوائد مثلا انا قلت لك اول شيء الحاله النفسيه، التخفيف من الالم خلال اليوم، من التعب، الإرهاق، يكون في لك رفع عمل القلب، نحت القدمين، التناسق تبع الجسم بتحافظ عليه. وبالإضافة لهالشيء هي دائما بتساعد جهاز التنفس، يعني عمليات التنفس بتكون أريح. تحسين الحالة المزاجية هي أهم شيء، تحسين النوم. أكيد النوم فيها هلأ في كتير أشخاص بسبب توتر اليوم ما بقى بيكون في عندهم قدرة إنه يناموا آخر الليل. الزومبا أنت بتلعبي أول شيء بتطلعي هي كونها بتساعد، بتفرز هرمون الاندروفين، هذا الهرمون هو كثير بيعزز السعاده، فانت بترجعي مبسوطه ورواء وكل شيء، بتنامي انت ومرتاحه، يعني بدون اي توتر او قلق او اي شيء ثاني. طيب اليوم وقت بنقول زومبا بشيء لي الفوائد النفسيه، الفوائد الفرفشه اللي كنا عم نحكي عليها، اجواء النادي، اليوم السيده هي هدفها هي حرق الدهون وشد الجسم، ولكن دائما في شيء شائع انه الزومبا بتعمل ترهل بالجسم اذا ما اقترنت بحركات الايروبيك، شو رايك؟ لا لا، انت اي تمرين عم تمارسي اكيد اي تمرين بيكون عم يتمارس انت بتكون في له فائده كثير. انت هلا بيقولوا لك المشي مثلا، بعدين هي حركات الزومبا هي حركات عم تكون حركات رياضيه، يعني في كثير منها مشتق من الايروبيك. لا سريعه، انا بقول انه سريعه كثير، يعني انت عم تلعبي مثلا اي تمرين انت عم تاخذيه بحركه كثير سريعه. ايه واذا بالعكس هذا بيساعد على الشد زياده، يعني لكن هذا بيساعد اليوم انه بصير ترهل يمكن اذا صار كثير. هلا اي رياضه انت بتمارسيها ما رح تعمل لك ترهل، كمان اي رياضه الالتزام هو الاساس، بعدين كمان حتى البرنامج الغذائي. بعدين هلا وقت الوحده بتيجي خلص خلينا بلا غذائي، وقت الوحده بتيجي بتتمرن يوم وبتقطع مثلا شهر هي مستحيل ما تترهل، يعني مستحيل. فانه لا، يعني هن قلت لك هن تنوع، هن وقت انا عم بجمع ودمج هي الحركات للتنوع
واكيد للفائده. يعني نحن قلنا انه في هي حركات لاتينيه للزومبا، بس وقت اندمجت مع الايروبيك صار التمرين امتع وصار افيد كمان. حتى حرق الدهون صار اكثر، يعني هلا انت حرق الدهون عند باي تمرين زومبا ما بين من 500 ل 1000 سعره حراريه. قد ايه الوقت؟ هي خلال من 30 ل 50 دقيقه او ممكن ل 60 دقيقه. حلو، يعني اليوم هدول بده ساعات مشي طويله يعني. هلا لكن المشي اذا بدك تعتمدي على المشي كثير بدك تمشي. توصلي بكره. توصلي لهي السعرات او حتى اذا بدك مقرره تنحفي عن طريق المشي طريقك طويل كثير. احنا بنعرف انه المشي يعني مثل ما قلنا تسلاي وهيك، بس ايه هو حلو تسلاي تكوني رايحه انت وحدا. تمام سنابل، اجباري بدك تمارين رياضيه اكيد. سنابل خلينا نروح نحكي شوي عن فئه الاطفال. نسمع كثير بالفتره الاخيره انه رياضه الزومبا صارت موجوده اليوم باغلب المدارس كتدريب للطلاب. خلينا نوضح الحركات هي نفسها عند حركات الكبار. بنسمع انه الاغاني بتكون بشكل منخفض اكثر من الاغاني للكبار، حتى كمان عم بتلاقي اليوم في قبول من قبل الاطفال وخصوصا اذا فينا نقول الصبيان. كم تلاقي اليوم لك انا بدي اقلب البنات تماما. فشو احكي لنا الصبيان دائما مشكلتهم من اهلهم، يعني الاهل او مثلا لما انه تكون ترقصوا هلا برا بتشوفي حتى المدربين، في كثير مدربين زومبا هنا يمكن شغلهم افضل بكثير وعن جد بيكون تمرينهم كثير ممتع. لا برا انا قلت لك هون لا. فانه هلا فئه الاطفال اكيد انا الاهداف تبعها، هلا انا قلت لك في بالزومبا كثير انواع، فمثل ما في فئه الكبار بالسن اللي هي الزومبا الذهبيه، في للاطفال، بس اكيد انا اهدافي مع الطفل غير اهدافي مع الشباب وغير اهدافي مع السيدات الكبار بالعمر. هلا الطفل وقت بده يجي اول شيء لازم يكون الطاقه هي اللي عنده انا اوظفها بالطريقه اللي منيحه، يصير في عنده تواصل مع رفقاته. في كثير اطفال بتشوفيهم خجولين، هذا الخجل انا بصير بتلافاه، بصير في عنده حركات تناسق الجسم، التركيز، بصير عنده توافق عضلي عصبي، انا بنمي له التوافق العضلي العصبي من الصغر للطفل، بصير عنده حتى بالنطق ممكن يصير وقت يشوف رفقاته بصير في عنده سرعه بالكلام، يعني هي بتكون الفوائد تبعها كثيره للطفل، بس انا عم اقول لك حسب الاهداف اللي بدي اخذها. هلا حتى بالاغاني او بالشده انا باخذ له مثلا الاغاني تكون هي غالبيتها تبع اطفال، وبتكون الشده والشده تبعها بتكون بين منخفضه لمتوسطه، ممكن وصلة للمتوسطه اذا الولد مثلا شفته نشيط وعنده طاقه ومتفاعل معي اكيد ممكن ارفع له اياها للمتوسطه. بس اكيد دائما باي تمرين زومبا كثير مهم بنهايه التمرين سواء الطفل او سيده او بعمر الشباب قبل ما يطلع انا رد رجعه للنبض الطبيعي عنده، يعني ما اطلع يطلع الولد او تطلع السيده وهي عم تلهث، لا هي بصير في اذى لإلها. مثل ما نحن قبل ما نبلش اخذنا احماء، قبل ما نبلش بالزومبا بناخذ احماء نهيئ العضلات، كمان بالاخير لازم اعمل كم تمرين تمدد اطاله لحتى ترتاح العضله، يرتاح النبض، يرتاح القلب، وبعدها يطلع الشخص. طيب سنابل اليوم انت كوتش، خضعتي لكورسات من قبل الاخصائيين، بنشوف بعض المتدربين وهي من الواقع انه مع انه هن مدربين ببعض النوادي بيقول لك انا دربت على اليوتيوب صرت احط واتدرب انا حركات، هل هذا الشيء صح او اليوم نحن بحاجه عن جد لمختصين؟ يمكن بعض الحركات تكون غلط تضر الجسم، تضر جزء من اجزاء الجسم، شو اليوم خلينا نقول الطريق الاسلم لكوتش الزومبا؟ هلا نحن بدايه انت ما قلتي انت الرياضه مثل ما بتبني بتهدم، هلا انا اول شيء انا خريجه كليه الرياضه، هلا انت وقت بدك تفوتي انت بشخص اكاديمي انا مثلا اخذ التشريح، اخذ الاسعافات الاوليه، هي ضمن كليه يعني هي بشكل اكاديمي، انا اخذ مثلا كيف الجسم كل شيء انه اي هي يعني في مواد هنا بيكونوا عاطينك اياها بالكليه، انت كل عضله بتعرفي هي شو عم تشتغل، بتعرفي شو الشيء اللي بياثر عليها سلب وشو الشيء اللي ايجاب، هي انت بدك تاخذي هي النظره العامه عن الرياضه، بس وقت بدك تدخلي بالزومبا نحن بالاتحاد الرياضي عم يكون في دورات مدرب، مدرب زومبا درجه ثالثه، ثانيه، اولى، كمان هي عم نخضع لها وقت بدنا ندرب. هي الدورات كمان بتساعدك، يعني اول شيء انت بتتعلمي بطريقه صحيحه كثير، بتتعلمي بيعطوكي الاساسيات للتمرين، بيعطوكي الاساسيات العملي بالشق العملي والشق النظري. انا كثير ضد الاشخاص يلي بس انه يوتيوب وبعدين نحن بتتواكبي هذا التطور سنابل بكورسات جديده على طول صح؟ اكيد اكيد، بس انا عم اقول لك انا ضد اللي بس هو بيعتمد على موضوع النت انه انا اخذت من النت. لا بس انا انا قصدي كمدربين، المدربين يلي هن مانن مثلا اخذين دورات تدريبية
اهلهم انه هن يصيروا مدربين، انا كثير ضد انه هن يدربوا. مش انت ممكن تاذي، وبالاخص هلا فئه الاطفال، فئه الاطفال انت وقت بدك تدربي طفل وانت ما عندك مثلا خبره فيه، ما بتعرفي اعضاء الجسم عنده كيف ممكن تتقبل هاي التمارين، انت هيك ممكن تكوني عم تاذي. اكيد. فاكيد لا، انا دائما بقول هلا اول شيء يفضل يكون خريج. هلا في كثير يعني في كليتين رياضه هون عندنا بسوريا، بحما وبتشرين باللاذقيه، وفي معاهد رياضيه، يعني هن كلهم يعني اصحاب كفاءات بالنهايه عم يطلعوا، وبالاضافه لهيك عم يعززوا هذا الموضوع بدورات تدريبيه من الاتحاد الرياضي. فيعني في كثير مدربين، فانت يفضل وقت بدك تسجلي عند شخص يكون عن جد مختص، مو بس اخذ الموضوع هوايه او عن طريق النت بس. هي دائما يعني دائما نشد ذلك لازم تحافظي مثلا على سلامتك وعلى سلامه الاشخاص يلي بدك تدربيهم. اكيد. بالختام يعني مثل ما ذكرتي الخبره والتدريب هي دائما شيء كثير مهم باي مجال بالحياه. بدنا نشكرك كثير مدربه الرياضه سنابل سلمان، نورتي صباحنا. شكرا لك سنابل، ان شاء الله هيك حمستينا من بكره. هيدي خلص من بكره، دائما نحن بنقول بكره 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 بكره. طيب شكرا لحضورك لليوم، يومك حلو. شكرا يا سنابل. شكرا لك. احنا هيدي